السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ندخل التضاريس على برنامج اوبن رود ديزاينر، ودي اول خطوه المفروض ان احنا نعملها. فاجي هنا اقول له اوبن رود مودلز، وبعد كده هقول له ترين، وبعد كده هقول له فروم فايل. فلاقي ان هو بيتقبل حاجات كتير قوي، اكس واي زد وليدر وان رود وكذا حاجه. طيب هقول له ان انا عندي الملف بتاعي ان هو TIN، واختاره واقول له اوبن، فبيبدا يفتح لي الشاشه ديت وابدا اعلم عليها، وابدا اختار بقى الاعداد بتاعتي، التارجت اللي انا عايزه ممكن من المكتبه وهكذا، واقول له امبورت، فيبدا يدخل لي الملف بتاعي زي ما انت شايف. ممكن برضو تدخله من توب امبورت لو انت موصل الاسري او موصل الاس ار تي ام واليو اس جي اس، او ممكن تقول له فروم اليمنت لو انت رسم حاجة وهكذا. يعني في طرق كتير قوي عشان تدخل التضاريس اللي هتشتغل عليها في اوبن رود ديزاينر.